الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وأنتم تبقى في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وفزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولى منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق ولم تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاح وذو خوف وطمع إن رحمة الله قريب من المحسنين وإن يريدوا أن يخدوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله ولو كره المشركون لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قل ادعوا الله بدعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب لم يجل عبجا قيما لنزل بأسا شديدا من لدنه بشر المؤمن الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينزل الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقب ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجني في القوم الظالمين وإنا لا نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما يسابه إن ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا فألقى موسى عصاه فإذا تلقف ما يفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قال كلا إنما معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك الأول عزيز الرحيم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك الآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليل ما تذكرون قال رب انصرني على القوم المفسدين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأسويلا وهو الذي يصلي عليكم والملائكة يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي لأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب
يا أيها الذين آمنوا انتصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما سنة الله الذي قد خلت من قبل ونتج سنة الله تبديلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لزر وللدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين ما هو شداء للكفار رحماء بينهم تراهم ركم سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوب الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحت النهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيد الملك ولا كل شيء قدير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات لا تزد من إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل وهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي للرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا لله شططا إن بطش ربك لشديد إنه يبدي ويعيد والغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في ضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كأسف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إنا أتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين واصل لشاني كله لا إله إلا أنت اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم أعوذ بالله من شر ما أجد وحاضر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في المنزل الذي يشفع عنده إلا بإذنه على ما بين أيديهم وخلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إنما سنو كيد سار ولا في الحسار حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر نشانك والأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم إنا نجلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إنما سنو كيد سائر ولا يفلح السائر حيث سلطان. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر نشانك والأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم نجيك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إنما سنو كيد سائر ولا يفلح السائر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر نشانك والأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء والسماء العليم. اللهم نجيك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إنما سنو كيد سائر ولا يفلح السائر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر نشانك والأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم نجيك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إنما سنو كيد سائر ولا يفلح السائر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر نشانك والأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم نجيك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إنما سنو كيد سائر ولا يفلح السائر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر نشانك والأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. اللهم نجيك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامك.